عن حماد بن سلمة أنبان علي قال قيل لسعيد بن المسيب ما شأن الحجاج؟ لا يبعث إليك ولا يحركك ولا يؤذيك. الحجاج، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، الحجاج ابن يوسف الثقفي الظالم المبين. قال الذهبي نسبه ولا نحبه، له سيئات، له حسنات تضيع في بحر سيئاته. لو أتينا بالأمم يوم القيامة وتخابثت بين يدي الحجاج لغلبها، ومع ذلك ما ترك أحدا تقريبا إلا وآذاه، وقتل الألوف من المسلمين، قتل الألوف من المسلمين، وسجن العلماء، وطرد وضرب، ويكفي أنه قتل سعيد بن جبير بين يديه. الحجاج، ولكن عندما وصل إلى سعيد بن المسيب، وكان سعيد بن المسيب يجهر بالحق ويعلم الناس، تجاوز عنه ولم يؤذه ولم يدعه وتركه. فسئل يا سعيد، عجيب، ما السبب؟ فقال والله لا أدري، والله ما أدري، إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه المسجد فصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، فأخذت كفا من حصى فحصبته بها. عندما كان صغيرا جاء مع أبي إلى المسجد، وعندما جاء إلى المسجد كان لا يحسن الصلاة، لا يحسن الركوع ولا يحسن السجود، فرميته بالحجارة معلما ومؤدبا. فعندها قال زعم أن الحجاج قال ما زلت بعد أحسن الصلاة، يعني استفاد من تعليم سعيد بن المسيب أنه أحسن الصلاة واستمر على ذلك سنين. فعندما طالت يده وبدأ يؤذي العلماء وصل إلى سعيد بن المسيب فتجاوز عنه، قال هذا علمني، ومن علمني لا أؤذيه ولا أنسى جميله علي. فماذا نقول لمشايخنا؟ فماذا يقول بعض الطلبة الذين لا يعرفون من شيخهم الذي درسهم الشهر والشهرين والسنة والسنتين والخمسة والعشرة، هو يدرسهم ويعلمهم ويتابعهم ويزورهم ويدعوهم إلى بيته ويلقاهم، ثم بعد ذلك كأنما لا يعرفونه ولا حتى باتصال؟ هذا لا يعرف في تاريخ الإسلام ولا تاريخ العلم مثل هذا العقوق، عقوق الطلبة لمشايخهم، هذا لا يعرف. وهكذا كان من الحجاج.